نرفع التعازي لمقام مولانا صاحب العصر والزمان اجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل مخرجه بمناسبه شهاده جده رسول الله الاعظم صلوات الله وسلامه عليه راجينا من المولى عز وجل ان يتقبل اعمالنا في هذه الايام المباركه ببركه الصلاه على محمد وال محمد بسم الله الرحمن الرحيم نقدم التعازي الى مقام الامام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف والى جميع مراجعنا العظام ولا جميع المؤمنين في العالم بمناسبة ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول المحبة والاخاء هذه المناسبة الحزينه الجليل على جميع المسلمين وعلى جميع البشريه لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين لينشر المحبة والأخاء حتى يصلوا تصل البشرية إلى السعادة المرجوة بهذه التعاليم الإلهية العظيمة التي أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما علينا وما على المؤمنين في كل بقاع العالم إلا أن ينشروا التعاليم التي أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يعرفوا حتى يعرف البشرية جمعاء آه تعاليم الاسلام الحقه التي تنشر المحبه والاخاء حتى تعيش البشريه جمعاء في السعاده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعزي العالم الاسلامي في كل مكان من ارجاء المعموره بوفاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سألين الله عز وجل ان يرزقنا السير على خطاه والاستنان بسنته ونشر مبادئه الاسلاميه الساميه مبادئ السلم مبادئ المحبه على هذه الارض وعلى كل ارض من ربى المعموره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نعزي مقام مولانا صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام والأمة الإسلامية بشهادة نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله ونسأل الله بجاه النبي وآله أن يمن على أمة محمد وآله بالرحمة والمغفرة والسلام والأمان إنه سميع الدعاء وأن ينصر حجدنا الشعبي وان ينصر الاخوان في سوريا في اليمن في البحرين في القطيف انه سميع الدعاء واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين